أنا تعبت، تعبت ومش لاقي حد فيكو جنبي. ساعة ما صوتك اختفى كل حاجة في البيت مبقاش ليها طعم. قررت إن رايحكم مني. كنت قاعد في البيت، مرة واحدة سمعت صوت حاجة بتقع وبتخبط في الشارع. بصيت على الشباك لقيت باسم غرقان في دم. بصيت على الناحية التانية لقيته نط على السور. شهادة موظف سيكيورتي جواب اللي سايبه باسم بيأكدوا إنه انتحر، لكن تقرير الطب الشرعي من غير كده. في حاجة أنت مش عايزها تقولها؟ مش فاكر، أنا بس بفكره. تعال دكتور. بالعكس، ده كده خلصت.